السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ان شاء الله النهارده حلقه جديده كالعاده مختلفه، وزي ما احنا قلنا وبناكد وبنكرر، القناه بتاعتنا مش بتتكلم على التكنولوجي بس او الجزء التكنولوجي، لا احنا القناه بتاعتنا منوعه، بنتكلم في اكتر من حاجه. لذلك النهارده هنتكلم عن حلقه مهمه جدا وناس كتير طلبتها مني بصراحه، البادي لانجوج، لغه الجسد. هنتكلم على لغه الجسد يعني كمعلومات ممكن البعض يكون اول مره يعرفها او يسمعها. هنتكلم يا جماعه ازاي اقدر اقرا الشخص اللي قدامي عن طريق تعابيره، عن طريق لغه الجسد بتاعته، اقدر اقيمه، اعرف هو كذاب ولا لا، بيفكر في ايه او بتفكر في ايه، محتاجاني في حاجه، بتخبي عليا حاجه، متوتر متوتره. وطبعا دي هتفيد اكتر الناس بتوع الاتش ار، الانترفيورز، الكلام ده كله. فان شاء الله هتبقى حلقه قويه، والحلقه طويله شويه بس فيها قدر كبير جدا من الاستفاده، وهندعم الحلقه بصور طبعا، طبعا مع الشرح يعني. فهتستنونا ان شاء الله بعد الفاصل وتابعوا معايا الحلقه. بس قبل ما نتكلم احنا عايزين بس نقول اللي فيه دراسه او دراسات وابحاث بتشير ان الكلمات او الكلام اللي احنا يعني الكلام بشكل عام ده لا يمثل اكتر من 7% من تواصلنا. طيب و 38% بتبقى نبرة الصوت، و 55% حركة الجسد والوجه طبعا والدراعين اللي احنا بنسميه البادي لانجوج. تمام، هنبدأ يا جماعة بأول حاجة، وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا العين، واحنا عارفين اللي زي ما بيقولوا كده العين دايما ما بتكذبش. نبدأ بـ لو انا مثلا اكلم شخص واثناء كلامي معاه او كلامي معاها بؤبؤ العين ده كبر ووسع، ده بيدل اللي هو سعيد وسمع كلام كويس، او العكس مستغرب قوي ومن الكلام اللي هو سمعه. طيب لو انا بكلم واحد، انا اللي بكلم واثناء ما انا بكلمه عينيه هو جت ناحية الشمال، تمام، عينيه هو جت ناحية الشمال، تمام، شمالي انا يعني هو جيب عينيه ناحية اليمين وانا بكلمه، ده بيدل اللي هو مثلا مصدوم من الكلام اللي انا بقوله، او مثلا بيفتكر مثلا حاجات حصلت له، سواء بقى مشاعر او افعال او رياكشن معين. طب لو واحد يا جماعة بقى هو اللي بيتكلم وعينيه جت ناحية الشمال، تمام، يعني يميني انا، ده كده بيبقى كذاب وبيألف اي كلام. اوكي، طيب لو في نفس الوقت هو عينيه كانت ناحية الشمال بس كان يعني باصص تحت كده في الارض، بيأنب نفسه وبيكلم نفسه. طيب هندخل يا جماعة على موضوع تاني او نقطة تانية من نقط تحليل الجسد او البادي لانجوج، لغه الجسد، اللي هي المشي. الواحد لما بيجي بيمشي، اي مشي لاي انسان دي بتدل او بتعكس شخصيته وزورده زي ما احنا شايفين في الصوره. يعني مثلا الناس اللي بتبقى منتصبه القامه، اللي بيحركوا مثلا كتافهم وهم ماشيين، اللي بيبقى الراس يعني واقفه كده او مرفوعه ساعه المشي، دي كلها حاجات بتدل على العظمه والجاذبيه في شخصيه الفرد اللي بيعمل كده. طبعا كل ده يا جماعه، وطبعا الناس اللي بتمد في مشيها، بس ده مع مين؟ اللي هو بيبقى تلقائي، مش اللي انا بحاول ايه اخلي اعمل كده، اللي انا مد او اللي انا احاول افرد زي ما بيقولوا كده جسمي، لا، كل ده بيبقى طبعا بشكل تلقائي. طيب لما انا بقى اكون بتكلم مع حد وعمال بيفرك في صوابعه او بيفرك في ايديه، طبعا ده بيبقى شخص غير مرتاح، متوتر، تمام، وطبعا الحركه اللي هو بيعملها دي احنا بنسميها الملامسه الذاتيه، تمام، فده المفترض يعني ما تعرفش بقى او ما تعرفيش هو متوتر من ايه، فبنحاول نهديه، او لو احنا كنا مثلا بنحقق معاه زي ما بيقولوا كده، ما ده برضه اللي بيستخدمه السلطات التحقيق، ولو الواحد يبدا يتوتر، فده بيدل طبعا على هو مثلا مشترك في حدث او عارف معلومات ومش عايز يقولها او خايف. برضه في نقطة مهمة قوي، واعتقد دي بتحصل مع ناس كتير، لو حد مثلا جه يكلمني بسرعة ورجع كده خطوتين، يعني مثلا ايه زي ما يقول لك ايه، جاي يقول لي حاجة في وداني وراح مبعد خطوتين، اعرف اللي ده على طول كذاب او اللي هي دي كذابة على طول قولا واحدا.
طيب لما حد يجي يكلم مثلا مع حد والشخص اللي هو اللي مستمع للكلام راسه بيبقى يعني موطي راسه زي ما بيقولوا، دي حاجات بتدل على اللي بيبقى فيه احترام طبعا وخجل، ولو كان فيه ابتسامة أثناء النظر لتحت يعني ده برضو بيدل اللي بيبقى فيه راحة وبيبقى فيه مثلا زي ايه مرح مزاح، فبرضو دي بتبقى حاجة مطلوبة يعني. برضو في يا جماعة نقطة مهمة اللي هي لو أنا مثلا بتكلم مع حد وبدأ مثلا زميله كده إيه يحك أو يفرك في عينيه، فده بيدل على اللي هو إيه مش متفق معاك في كل اللي أنت بتقوله خالص مطلقا. طيب لو أنا مثلا برضو يا جماعة بشرح حاجة أو بكلم إنسان في موضوع معين فلقيته بدأ بقى إيه بيحك مثلا في ودانه أو في الأنف يعني أو في دقنه وراسه شوية تبقى فوق وشوية تبقى تحت، ده المفترض معناه اللي هو مثلا تمام وفاهم وتمام، لكن للأسف هو مش فاهم أي حاجة من اللي أنا حكيته أو من اللي أنا قلته له سواء بقى تعليمات إرشادات، فدي برضو نقطة مهمة من ضمن اللغات الجسد. وبرضو بأكد تاني كل ده بيبقى بشكل لا إرادي. طيب برضو يا جماعة نقطة مهمة قوي، الناس مثلا اللي هي بتبقى مثلا قاعدة سواء بقى في مواصلات عامة في البيت في مكتب في اجتماع وتبقى مثلا معاها شنطة معاها لاب أي حاجة بتبقى حطاها مثلا على رجليها حضنها، الناس دي بيبقى للأسف ما عندهاش ثقة بالنفس مطلقا وفي نفس الوقت ما عندهاش رضا عن نفسها تمام. وبأكد تاني اللي هما بيبقوا لا إراديين يعني مثلا تلاقي حد قاعد كده واخد حاجة محتضنة حطيتها كده على رجله. تمام بأكد برضو تاني يا جماعة اللي لغة الجسد مهمة جدا جدا جدا، لذلك دايما البياع الناجح والشاطر هو اللي بيقدر يبيع الايه السلع، لذلك في زي احصائيات ودراسات اثبتت ايه اللي معظم الناس او الاغلبيه من الناس اللي هم بيقوموا يعني بيشتروا بحاجه مش بناء بس على عجبهم المنتج، لا وكمان عشان رضاهم او شعورهم بالرضا من البائع اللي هو ايه باع لهم المنتج ده او السلعه دي او الخدمه دي. عشان كده يا جماعه لما احنا اتكلمنا عن ازاي اعمل سي في طبعا ما اتكلمتش ازاي اعمل انترفيو ناجح او انترفيو ناجح، الحاجات دي برضو كلها بتبقى مهمة اللي هي لغة الجسد دي بتفيدني في مثلا شغلي اللي انا ازاي مثلا طريقة مشيتي وانا بس يعني بسلم على الناس وانا قاعد ازاي، نبرة صوتي لا عالية قوي ولا منخفضة قوي، وانا قاعد مثلا نظري رايح فين عمال ابص حواليني وفوق وتحت ولا نظري يعني في اتجاه معين، كل ده لا شك يعني ايه بيسهل عليا اولا بيزيد ثقتي طبعا في نفسي وبالتالي بيوفر عليا او بيساعدني ان انا ايه الاقي برضو شغلانه كويسه. لو انا مثلا ما عرفتش افهم البادي لانجوج كويس لحد ممكن انا ايه اسبب مشاكل كبيره جدا سواء ليا او لغيري، ف يعني ايه هي مش حاجه يا جماعه تمبلت كده ثابته اذا لقيت كذا يبقى كذا، حسب الموقف زي ما انا قلت حسب الظروف. بالنسبه مثلا يا جماعه لحركات الدراعين لما انا بحط ايدي في زي ما يقولوا كده في جنبي في وسط يعني دي بيبقى فيها نوع من الثقه والسيطره تمام، ويعني بتستخدمها اكتر بيستخدمها يعني الرجاله اكتر من الستات. طيب اللي مثلا بيربع ايده اثناء ما احنا مثلا بنتكلم كاني مثلا بقول حدوته طبعا يقول لك ربع ايدك طبعا ده غلط، عشان دوت بيبقى فيه اشاره على نوع من الخوف او يعني شخص سلبي كده دفاعي. الابتسامة طبعا يا جماعة مهمة جدا 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 جدا، بالإضافة اللي هي طبعا بتعمل ثقة للشخص برضو بتساعد على تقليل القلق الضغط النفسي، فكل ده بيخلي صورة الشخص قدام الناس بتبقى مختلفة، فلا شك ان دي حاجة مهمة جدا الابتسامة. خلي بالكو الابتسامة مش ضحكة. وعايزين يا جماعة نأكد إن لغة الجسد دي بتختلف من شخص لشخص حسب طبيعته واللي احنا بنسميها اللي هي المعيار اللي هي يعني حسب حالة الشخص اللي بيكون عليها، ممكن مثلا يكون خايف مضغوط حزين، دي كلها عوامل بتبين يعني لغة الجسد وتحليل لغة جسد الشخص ده تمام. ونخلي بالنا برضو اللي لما يعني اجي احلل بادي لانجوج بتاعت شخص انا اعرفه كويس سواء صديق او قريب او جار غير لما يكون واحد اول مرة بتعامل معاه تمام.
برضو يا جماعة عايزين نعرف ونأكد اللي في ناس كتير جدا متدربة على لغة الجسد، يعني في مثلا ناس ايه بتحاول تتدرب وتاخد كورسز وتقرا والكلام ده كله عشان تحاول تعمل سيطرة على اللي هي اللي احنا بنسميها الإيماءات الجسمية. طبعا يا جماعه بعد ما شفنا واتكلمنا على حوالي 17 طريقه من طرق البادي لانجوج، انا بس عايز اكد تاني ان الطرق دي بقدر اقيم بيها الشخص وهو تلقائي، يعني مش هو متوتر فابدا اقيمه، لا وهو عادي جدا في قاعده عاديه جدا بتكلم عادي جدا اقدر اقيم، عشان الحركات دي والتعبير دي بتبقى بشكل لا ارادي. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، ومنتظر ردود افعالكم والكومنت والتعليقات، وانا برد على كل حاجة، عشان ان شاء الله هننزل برضو حلقة تانية في الجزء بتاع الشخصية. السلام عليكم.